صباح الخير، أنا غادة الغانم، أمين العام للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية. أنا حابة في اللقاء هذا أني أتكلم عن الجمعية وبداياتها. الجمعية تأسست عام 1963 بيد نساء كويتيات كانوا من أوائل الخريجات في الكويت، وحابين ينقلون خبرتهم للمجتمع الكويتي والنساء الكويت. فابتدأوا بالجمعية الثقافية بدعم المرأة بأنشطة مختلفة في المرحلة في هذه المرحلة، اللي هي كانت أهم الأشياء اللي فيها. كان في محو الأمية، كان من الأشياء المهمة، والتوعية، الدعم الاقتصادي للنساء في المجالات بسيطة لمساعدتهم ماديا وتمكينهم اقتصاديا. بعدها ابتدت الجمعية في أنشطة مختلفة من الدعم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الدعم القانوني، إلى أن مرحلة وصلت إلى الدعم السياسي للمرأة لعدم وجود المرأة في المجال السياسي. فكان أنشطة الجمع على مر أكثر من 50 سنة اللي فاتت أنشطة مختلفة للجمعية في دعم المرأة لوصولها لمراكز مختلفة في العمل. كان في ورش عمل، كان في مؤتمرات، لقاءات مختلفة، أنشطة مختلفة، برامج مختلفة، مشاركات محلية وإقليمية وعالمية لدعم المرأة. من الأشياء اللي استمرت فيها اللي هي التوعية، الدعم الاقتصادي والتوعية الاقتصادية، ركزت في الفترة الأخيرة على الدعم السياسي للمرأة لوصولها لمشاركتها في النشاط السياسي في دولة الكويت ووجودها في مجلس الأمة. وكان لها سبق في حصول المرأة على الحق السياسي عام 2005، ومنها استمرت في دعم المرأة لوجودها في هذا المجال، ولكن لظروف مختلفة وظروف سياسية لم تصل المرأة إلى المراكز القيادية اللي الجمعية كانت تتوقع وصولها لها. فاستمرت الجمعية في هذا المجال في مجالات مختلفة. غير الحق السياسي كان حق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، هذه من اهتمامات الجمعية لوجود شريحة كبيرة من النساء المتزوجات من غير كويتي ولحصولهم على حقوقهم مساواة بالرجل. كان أو في برامج توعوية كثيرة، منها برنامج ورقتي لتوعية المرأة بحقوقها القانونية في مختلف المجالات، هو النشاط اجتماعي مختلف. لذلك الجمعية ارتأت المشاركة في برنامج Girls for Girls لأهميته في توعية المرأة وتمكينها لوصولها للمراكز القيادية في مجالات مختلفة. وهذه طبعا احنا من أولوياتنا لتحقق المرأة هذا الهدف. فأتمنى أن إن شاء الله تكون هذه بداية جيدة لوصول المرأة للمراكز القيادية، وراح يكون لمشاركة لعضوات الجمعية ومن بعدها مشاركة لأي نساء في المجتمع الكويتي لتمكينهم وتهيئتهم لوصول المراكز القيادية. وإن شاء الله تكون هذه بداية جيدة ونشاط جيد للجمعية ولبرنامج Girls for Girls بالكويت. والشكر موصول إلى Empire Aid Marketing Agency لمساهمتهم ودعمهم لمشروع Girls for Girls، وإن شاء الله يكون لنا مساهمات مستقبلية معه. شكرا.